الأفعال المركبة، أو بسموه الجماعة اللي هن إيش، أشباه الجمل المكونة من 3 أقسام. يعني أنا في عندي 1 2 3، تمام، 3 كلمات، تمام. هدول 3 كلمات بيعملوا لي فعل مركب. هذا الفعل المركب كمان أيضا له دلالة، دلالته ما هي حرفية وإنما في له دلالة في المعنى، تمام. شوفوا، in the conversation two speakers use three part phrasal verbs. أنا هون عم بيعطوني بس هيك مثال، إنه هون في شخصين، مثلا هذا عم بيقول له we are running out of space to use as landfill sites. running out، شايفين هاي؟ running out of، run معناته واحد عم بيركض، run running I'm running، عم يركض، run run run، ارقد ارقد ارقد، تمام. هاي الرننج شو دخلها في الرقيد هون؟ هاي معناها شو؟ تنفيذ، انه يتم الان تنفيذ مكان لدفن النفايات، running out of، هيك تمام، running out of، تنفيذ. انا هون I'd go along with that، go along يذهب بصحبة الـ يعني go along يذهب طويلا مع. هاي بتجي بمعنى شو؟ يعني راح مثل بتجي بمعنى بسوق بالموضوع، راح يسوق بالموضوع، راح يذهب بصحبة الموضوع، تمام؟ على كل هذول من أهم جملتين، بس هن هيك يعني كمقدمة، أوكي؟ تعالوا نشوف السؤال المهم. يلا. Find the three part phrasal verbs in these sentences، يعني جد، find جد، تمام؟ اللي ما بيعرفها بتروح عليه العلامة، find جد. The three part phrasal verbs، أوجد هاي الأفعال المركبة، تمام؟ اللي هي مكونة من 3، ما بننسى مكونة من 3، يعني حط خط تحت 3 كلمات. In these sentences، في هذه الجمل، then وبعد ذلك match، إيش يعني match؟ يعني وصل وصل وصل. Each verb، كل فعل، with one of the meanings below، وصل كل فعل منها مع المعنى below، موجود عندك تحت. يعني انتوا عندكم بالكتاب، مين فاتح معي الكتاب؟ اللي فاتحين الكتاب جماعة اللي قدامكم، عندكم قائمة من الـ A للـ F، صح؟ هدول من الـ A ولا الـ F؟ أول باشتان بدنا نحط خط تحت الأفعال المركبة فيهم، كل جملة بنطالع فعل مركب مكون من 3 أقسام، هاي أول باشتان. تاني باشتان بدنا نوصلهم مع المعنى الموجود تحت، تمام؟ كل جملة في لها معنى مناسب، أوكي؟ طبعاً بالامتحان ما بيجيني هيك صل وتوكل، ما في عنا هيك صل واعمل خرائط، بس بيجوا من هدول الجمل. هل بيجي؟ ايه بيجي طريقة ثانية، بس انه مثلا ممكن يكون اختيار متعدد، ممكن يكون بس نفس الجمل ترى بتجي، يعني بتجي نفسها، ما بيجي كل جمل من مرة. رح احل لكم انا اول جملة، بعدين ممكن كمان يعني او خلينا نقول اول جملتين، بعدين بتشاركوني بالباقي. Things are moving so fast، الاشياء are moving so fast، عم تتغير so fast بشكل كتير سريع. It's impossible، إنه من المستحيل، ركزوا، to keep up with the changes، إنه من المستحيل to keep up مع التغييرات. شو يعني to keep up مع التغييرات؟ ركزوا بالجملة، الأمور تتغير بسرعة، إنه من المستحيل to keep up مع التغييرات. أنا ما بعرف شو يعني to keep up، مركزين؟ الأشياء تتغير بسرعة، من الصعب أو من المستحيل to keep up with changes، معناته من المستحيل مواكبة هاي التغييرات، صح؟ من المستحيل إنه الواحد يكون يقدر يواكب هاي التغييرات. معناها شو؟ شو رح نختار أي معنى من المعاني؟ طبعاً بعد ما نحط خط، نحط خط هيك على keep up with، know the latest information about، رح نختار رقم 3 معاها. No، حطوا لي نقطة تحت الكي، هاي الكي ما بتلتفز. No، أن يعرف المعلومات اللاتست اللي هي الأخيرة about، عن. إذن من المستحيل معرفة الأخبار الأخيرة عن ماذا؟ عن changes. إذن معناتها keep up with، شو بنكتب جنبها؟ بنكتب جنبها مواكبة، صح؟ معرفة آخر الأخبار عن أمر ما هي مواكبته، صح؟ حدث الأخبار، آخر الأخبار. إذن من المستحيل to keep up with the change، من المستحيل مواكبة التغييرات. يعني مثلا أنا بقول مثلا عن حالي I keep up with internet، أنا بواكب الإنترنت. Someone else doesn't keep up with internet، ف
في واحد شخص آخر ما بيواكب التغييرات. تمام. الجملة الثانية: Supermarkets should cut down on packaging. Supermarkets البقالات should يجب، ركزوا لي هون، cut down on، cut down on packaging. شو معناتها هاي cut down؟ الcut قال هو إيش؟ القطع. cut cut يعني قطع قطع يعني فعلا. I cut my finger مثلا، قطعت أصبعي مثلا، قطع أصبعي. تمام. I cut my hair، أنا قصصت شعري مثلا. تمام. cut down on packaging، down لتحت، قط قطع معناته شو؟ هي معناها كلها على بعضها إيش؟ التقليل. أي معنى رح نختار؟ رح نختار معنى reduce. طب reduce، سبحان الله، بيجي كلمة جديدة؟ لا، ما هي كلمة جديدة، مرقت معنا في النصوص اللي هي reduce، تقليل. طب حتى فوق هذا المعنى no، يعرف، مرقت معنا في النصوص. information أيضا مرقت معنا، معلومات. تمام؟ ما يعني درس الفوكابيوري ترى بيكون يعني مشتق بالأخير من النصوص، ما هو من المريخ. لا يوجد أسئلة من المريخ، الأسئلة جميعها من شو؟ على قولة الحلبيين، من دهنه ثقيله. تمام؟ من نفس المنهاج. إذا reduce cut down on، احفظوها، cut قطعة، down لتحت، عم يقطع بينزل لتحت، معناته إيش؟ يقلل. تمام؟ إذا cut down on packaging reduce. نحاول أقرب لكم المعلومة، قربت لكم إياها حفظتوها. تمام، ما قربت لكم عادي اخترعوا أنتم بطريقة تانية، حاولوا إنه يعني تثبتوا بعقلكم. يلا بعده: We have come up against serious problems in our plan to recycle rubbish. إذا we have إيش؟ Come up against، شوفوا الجملة، come up against serious problems، يعني مشاكل حادة أو مشاكل، لا مو حادة. بسم الله الرحمن الرحيم، شو بدنا نقول هاي بدالة؟ إيش في كلمة مناسبة؟ خطيرة مثلاً. نحن واجهنا إيش؟ مشاكل خطيرة، serious يعني جدية أو حادة أو خطيرة. In our plan، في خطتنا، to recycle rubbish، لإعادة تدوير الإيش؟ النفايات. تشوفوا لي هاي come up against. طيب إذا بدكم أقرب لكم هاي come، come معناتها يأتي، صح؟ come to me، تعال إلي، come تعال. طيب up ما هي مشكلة، up against، against هي إيش؟ الشكل المعاكس. تمام؟ يعني تخيل مثلا واحد رايح، فأنا بقول له إيش؟ come up against، يعني تعال، بدك تجي أنت ولكن بطريقة معاكسة. فمعناته أنت شو رح تصير؟ أنت رح تصير مقابلي أنا، مواجهي. شو يعني؟ يعني meet يقابل، face يواجه. طبعا هاي الجملة كتير بتتكرر مع إيش؟ مع problems. ليش؟ لأنه ما شاء الله ال problems يعني المشاكل دائما بتجي هيك دش، صح؟ تواجهنا. meet يقابل، face يواجه. تمام؟ face حفظوها من face to face. يعني أنا مثلا هلأ أنا ما شايفكم face to face، وجها إلى وجه. أما مثلا والله أنا عم بعطي طالب عندي مثلا درس، أنا بشوف شو face to face، وجها إلى وجه، معناته هاي problems دائما شو؟ come up against، تواجهنا. تمام؟ لأنه عم بعطيكم هاي الأسرار لأنه ممكن لو غيروا لعبوا هون غالبا ما بيغيروا كلمة problems مع الكت come up against. تمام؟ نربط كلمة مهمة يعني. أوكي؟ واضحة هاي؟ come up against معناتها إيش؟ يواجه، meet يقابل، face يواجه. أوكي؟ يلا. The I'm looking forward to the day when 100% of our rubbish is recycled. I'm looking forward، هو هذا المصطلح، looking forward to، لهون لا تنسوا تو. تمام؟ ما رح ترجمه، أنا بدي أكون هيك يعني نشتق المعنى اشتقاق. The day، أنا looking forward إلى اليوم when، عندما تكون 100% من القمامة is recycled، هي إيش؟ يعني معاد تدويرها. صحيح أنا قلت لكم بدي أكون جاوبوا. طيب أنا رح نزل الأيدي هلأ مشان إذا حدا رافع إيده من البداية، يلي جاهز يجاوب معي هاي الجملة ومركز وعرفان شو الجواب يرفع إيده. مود نوري. طيب خليني بس كمل شرح وبعدين أنت تقول لنا شو الجواب. إذا أنا looking forward to، لليوم الذي 100% من النفايات تكون قد خلص تم إعادة تدويرها. طب looking forward to معناتها يا محمود، مع شو بدك توصلها؟ أتشوق أو أتطلع. أها أحسنت، مع شو بدك توصلها؟ wait with
place sure for something to happen. أحسنت. wait يعني أنتظر, with pleasure يعني بسعادة وأنا مسرور, for something إلى شيء ما, to إلى happen لكي يحدث. إذا أنتظر بسرور لحدوث شيء ما, معناته أنا ماذا أتطلع إلى ذلك الشيء, صح؟ أتطلع. I'm looking forward. طب كيف نحفظها؟ لأنه look لك هو look. look ينظر, صح؟ ينظر شو معناتها؟ يتطلع. تمام؟ حفظوها. look ينظر لك هو عم ينظر. أوكي؟ إذا يتطلع. إذا I'm looking forward to the day when 100 of our rubbish is recycled. أتطلع. أوكي؟ طيب شكرا يا محمود. تفضل يا خالد أحمد. شوفوا, scientists, العلماء have just come up with a new way of reprocessing plastic. Scientists اللي هني قلنا شو العلماء, تمام, have just يعني توصلوا, come up with a new way of reprocessing plastic. البلاستيك هو نفسه البلاستيك, يعني توصل العلماء للتو إلى طريقة شو جديدة لإعادة معالجة البلاستيك. تمام؟ طيب هاي الـ come up with اللي هي توصل العلماء بشو بدك تستبدلها يا خالد؟ أنسي بإنفينيت يخترع أو ديسكفر يكتشف وفاين يجد. آها, إذا بده يستبدلها بإنفينت أو ديسكفر أو find, يخترع, يكتشف, يجد, هاي كلها شو come up with. تمام؟ طيب شوفوا يا جماعة, هاي الجملة اللي هي come up with غالبا بتجي مع شو؟ مع ال scientists العلماء, مع ال environmentalists علماء مثلا البيئة, مع المود, يعني بتجي هيك مع أشخاص. تمام؟ مع أشخاص علماء بدهم يخترعوا لنا. أوكي؟ طيب الجملة اللي بعدها ضل عنا هن اي اف. اوكي خالد حمود. People living near the bus station put up with a lot of noise. الناس الاشخاص living الذين يعيشون near بالقرب the bus station. bus معناتها باص, station معناتها محطة. شوفوا عنا هون شو put up with a lot of noise. الناس الذين يعيشون بجانب محطة الباص put up with الكثير من الضجيج. شو معناتها يا خالد؟ يتحملون الضجة. noise ضجة. يتحملون put up with a lot of noise. يتحملون شو النويز اللي هن ايش؟ الضجيج. تمام؟ طيب مع اي سيارة بدك توصلها؟ زي للواحي. accept يقبل, stand, tolerate something unpleasant. يعني صوتك خالد عم بيقطع, فأنا مضطر أن أنا أحكي. صوتك عم بيقطع. تمام؟ إذا قبول أمر إيش؟ قبول أمر يعني مزعج دائما, معناته هاي أو أمر يعني غير سار. دائما هاي الجملة put up with تجي مع الشغلات المزعجة. الواحد ما بيتحمل غير شيء مزعج, صح ولا لا؟ صح لهون ما؟ طيب ركزوا معاي. بداية شوف, راح أرجع عيد بشكل مختصر, فتحوا لي لو سمحتوا يعني مقر. out of the blue مثل ما قلنا بتجي معنا فجأة. red tape بتجي بمعنى شو؟ إجراءات. قلناكم جيت مع شو هون عندنا الجملة بالباسبورت بالجواز السفر, صح؟ طيب to be in black and white يعني هي مكتوبة بالأبيض والأسود, هاي بتجي بمعنى شو؟ مطبوع, وإجت عنا بالجملة لما كان في كلمة unexpectedly. إذن هاي عم قلكن to be black and white في الأبيض والأسود تجي معنا شو؟ مطبوع. تمام؟ طيب red tape تجي معنا إجراءات. out of the blue تجي معنا شو؟ فجأة. هون out of the blue إجت عنا كلمة شو؟ unexpectedly, صح؟ إذن out of the blue هاي تجي معنا شو؟ فجأة. طيب أنا إيمت إجت عندي بأي جملة؟ إجت عندي بجملة لما كان مكتوب unexpectedly, صح؟ يعني بشكل غير متوقع. طيب اللي بعده عندهم كلمة red tape تجي بمعنى إجراءات. تمام؟ ما دخلكم بالمعنى الحرفي, لا بقى تحفظوا لي شريط أحمر
لأنها لا تنفع، شريط الأحمر لن تنفعك أبداً. إجراءات، هاي كلمة إجراءات وين إجت عنا؟ إجت عنا ب لما كان بده يطالع باسبورت، صح؟ وكان يطالع جواز سفر. طيب عنا الجملة الثالثة، to be in black and white، بالأبيض والأسود، هاي إيمت إجت عنا؟ عنا كانت ب it's printed here، يعني كانت مطبوعة، صح؟ طيب to see red، هاي إجت عنا إيمت؟ لما كان I got very angry، أنا كنت شو أشعرت في الغضب كثيراً، صح ولا لا؟ I saw red، شعرت في الغضب. طيب to give the green light، مو قلنا ال government، الحكومة أعطته الضوء الأحمر to build، يعني للبناء، إذا هي معناها شو؟ يسمح أو يوافق. طيب to put someone on the blacklist، هاي معناها إيش؟ معناها يدين. وإجت عنا بأي جملة؟ إجت عنا بالجملة إنه they have done something wrong، عملوا شغلة خطأ، فمعناها إيش؟ يدين. طيب يا أنسي، هل هذا هو الملخص لهذا الدرس؟ هل أنا يكفي إني أنا أحفظ هذا الجدول؟ كلا لا يكفي، لأنه في الامتحان لن يأتينا سؤال وصل، لن يأتينا هكذا سؤال، تمام؟ طيب يا أنسي، هل يكفي إنه أنا أكتب هذا هيك الملخص هيك على شفت ورقة صغيرة وأذهب إلى الامتحان وأضعها في جيبي وأخرجها في الوقت المناسب؟ أيضا لا يكفي، لأنه إذا أنت مالك فهمان الجملة ما رح تقدر كمان تنفعك هاي الورقة الصغيرة مهما كانت صغيرة، حتى وإن يعني تم بلعها، تمام؟ فلا، لازم تكون فهمان الدرس وبعدين هذا للإفادة، أوكي؟ طيب أيضا هون عندنا three part phrasal verbs اللي هي هدول الأفعال المركبة، ركزوا معي. keep up with إجت عنا بشو؟ إنه يعرف المستجدات، أو بين قوسين اكتبوا لي هون إيش؟ مواكبة. إجت معانا باللاتست information، صح؟ المعلومات الأخيرة، صح ولا لا؟ قلنا إنه هو بيقدر يعرف المعلومات الأخيرة، the changes كمان، التغييرات. cut down on أيضا قلنا، قلت لكم down لتحت، cut يقطع معناته إيش هاي كلها؟ معناته يقلل، ما reduce إذا معناته يخفف من الاستهلاك، يقلل. طيب come up against، قلت لكم come جاي بالعكس، معناته إيش؟ يواجه، meet أو face قلنا، معناته شيء يواجه. طيب تجي أوقات إيش؟ أو مو أوقات، دائما بتجي مع problems، مع المشاكل. اللي بعده looking forward to، أن ينظر، شايفين هالعيون هاي؟ إذن looking ينظر، تمام؟ looking forward يتطلع معناها، يتطلع، صح؟ هاي وين إجتنا looking forward لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، I'm looking forward to the day when 100% of our rubbish is recycled، تذكرتوا؟ أتطلع على اليوم اللي 100% من النفايات إيش؟ معاد تدويرها. طيب اللي بعد come up with اجت بمعنى شو؟ يخترع او يبتكر. قلت لكم هاي come up with تجي مع scientists، مع العلماء. واخر شيء شو؟ put up with. put up with هاي اجتنا بمعنى يتحمل، وهاي مع شو اجت؟ مع noise، مع الضجيج والازعاج. الهومورك، الواجب عنا لليوم، واجب جدا مهم، كتاب كل activity book page 15 exercise 1 and 2، تمام؟ إذا كتابكم الكتاب التمارين صفحة 15، التمرين الأول والتمرين الثاني، عليكم حله، تمام؟ إلى هنا شكرا لحضوركم، ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، إن شاء الله يكون هيك الدرس كان عليكم خفيف لطيف ومفهوم أيضا، والسلام عليكم.